أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. في إطار الاستعدادات لإنجاح موسم الزيتون الحالي، إجراءات لفائدة القطاع يقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في بداية هذا الأسبوع. أول عملية بيضاء في الليل لمجابهة الثلوج أثناء موسم الأمطار لاختبار جاهزية هياكل وزارة التجهيز والداخلية والصحة. بحث ملف الهجرة غير النظامية وصعوبات الحماية وتطوير التشريعات والتواصل مع البلدان المستضيفة للمهاجرين واللاجئين خلال ملتقى بصفاقس. في إطار الاستعدادات لإنجاح موسم الزيتون الحالي وحرصاً على تثمين الصبة القياسية التي تقدر بنحو 1750 مليون طن من الزيتون و350 ألف طن من زيت الزيتون مع عائدات متوقعة تفوق 2000 مليون دينار، أقر المجلس الوزاري المضيق المنعقد في بداية هذا الأسبوع تحت إشراف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد، أقر عدداً من الإجراءات لفائدة حلقات المنظومة جميعها تستهدف التمويل وتشجيع على تحويل المنتوج وتثمينه والنهوض بجودته ودعم ترويجه في الأسواق الداخلية والخارجية. وأقر المجلس الترفيع في منحة نقل زيت الزيتون على حساب صندوق النهوض بالصادرات بالنسبة إلى الأسواق الجديدة والواعدة، وذلك بصفة استثنائية خلال الموسم الحالي. كما تم إقرار منحة سنوية للمساهمة في تغطية تكاليف المراقبة والتصديق للزيت البيولوجي بنسبة 70% من الكلفة مع سقف بعشرة آلاف دينار للتسريع في تنقيح الأمر الحكومي المنظم لصندوق النهوض بزيت الزيتون. وفي مجال التمويل والترويج بالسوق الداخلية فقد تقرر معالجة مديونية القطاع من خلال جدولة الديون وطرح فوائد التأخير مقابل امتياز جبائي لفائدة البنوك المتدخلة وتنظيم حملات ترويجية خاصة بالسوق الداخلية بأسعار تفاضلية لفائدة المستهلك عبر توفير 500 طن من زيت الزيتون في عبوات ذات سعة 5 لترات بتمويل من صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب. في شأن فلاحي آخر، احتضنت مدينة توزر مؤخرا وعلى مدى يومين الدورة الثانية للمنتدى الدولي للتمور والنخيل، دورة تهدف إلى تطوير المراقبة العلمية لقطاع التمور والنخيل في تونس. خدمات تفاضلية قدمتها بعض المؤسسات المالية وإمضاء اتفاقيات مع أصحاب المؤسسات الصغرى والفلاحين لتعزيز القدرة التنافسية لمصنعي التمور. احنا هذا في الكونكت ليديسيون الثانيه معناتها اللي نعملوها نتاع المنتدى هذا الدولي، الهدف نتاعو بطبيعه هو اننا ننظروا بالكدا للمشاكل نتاع للمشاكل وليزوبورتونيتي نتاع الميدان نتاع التمور والنخيل. لدينا عده اتفاقيات بين تونس الشقيقه للمشاركه في نشاطات والمعارض كذلك وتبادل الخبرات وعده نشاطات فيما بيننا. نمولوا بيان سور الفلاحين ونمولوا les exportateurs mais aussi une maulo les maillons في وسط الشين لي مايون انترميديير. نحن كممول صحيح، لكن aussi عندنا une responsabilité باش نحاولوا نحطوا هالليزاكتور الكل في شين دو فالور. الطريقه الجديده اللي ابتكرناها واللي توا لحد الان ناجحه وبقت ربي فيها معناتها مستقبل كبير، ان نحن نجموا نمولوا الفلاحين هذوما عن طريق دي غارونتي مبتكره اللي هما لي غارونتي نتاع لي زاندستريال والا نتاع لي اكسبورتاتور. اش معناتها؟ معناتها المصدر والا المصنع يضمن في الفلاحه اللي معاه، تكون العمليه تعاقديه بين الفلاح والمصدر ونحن. العون الالماني يدعم في القطاع هذا منذ 2016. الهدف عنده ثلاثة أهداف، الهدف الأول تطوير معناها خلق مواطن الشغل، الهدف الثاني كري اون ديناميك ايكونوميك في الجهة أي اقتصادية في جهة توزر وقبلي، والهدف الثالث اللي هي القدرة التنافسية للمؤسسات بالجهة. المنتدى العالمي مثل فرصة لبعض المنتجين والحرفيين للتعريف بمنتجاتهم الوحية. منتجات النخيل نعم فهمت، نتحصلوا عليه معناها بعد اللي نعملوا شوي معناها تريتمون للبوا كذا نقصوه ونتحصلوا على النتيجه هذه معناها بعد نضيفوا مواد كيميائيه فهمت، ونشوفوا الاستغلال نتاع خشب النخيل في برشا معناها دومانات، برشا دومانات كيف التعليب الكراسي الطواول.
أكثر من 700 مليار هي جملة مداخيل التمور التونسية في الموسم الفارط، ومن المرجح أن تشهد تطورا مهما خاصة بعد أن بلغت صابة هذا الموسم قرابة 300,000 طن، لكن تبقى واحات الإنتاج مهددة بمخاطر التغيرات المناخية. في موضوع آخر، اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث تستخدم في عملية ليلية بيضاء بعين درهم تقنية الملح لاختبار مدى جاهزيتها في مجابهة الثلوج، عملية بيضاء واكبتها كافة الإدارات الجهوية للتجهيز بالبلاد، وذلك لاختبار مدى جاهزية هياكل وزارات التجهيز والداخلية والصحة وغيرها من الأطراف المتدخلة لمجابهة الثلوج. استعداداً لموسم الثلوج والأمطار وحرصاً على الرفع من جاهزية المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لمجابهة الكوارث وتأمين التدخلات الضرورية، انتظمت بمدينة عين درهم ليلاً عملية بيضاء نموذجية بالتنسيق مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة، باش نشوفوا جاهزية المعدات متاعنا، جاهزية الأعوان متاعنا لسرعة التدخل ونجاعة التدخل، خاصة بتضافر كل الجهود. هذه تندرج في إطار الاستعدادات لمجابهة تساقط الثلوج بالجمهورية التونسية وخاصة بالمنطقة مناطق الشمال الغربي وعلى رأس منطقة عين درهم وفرنال المتواجدين بولاية جندوبة. باش نعملوا عملية بيضاء هنا وباش نشوفوا جاهزية الآليات متاعنا وجاهزيتنا احنا كأعوان وإطارات الإدارات الجهوية. هذه العملية مثلت مناسبة للوقوف على مدى جاهزية اللوجستية والمادية لمجابهة التقلبات المناخية بالمنطقة وتجريب مختلف المعدات وخاصة تلك المتعلقة برش مادة الملح وبفك العزلة عن المنطقة أثناء نزول الثلوج. يعتبر أنه فما استعداد يجب نقوم بها اليوم، هي معناها من خلال المعدات اللي احنا نخرجوها واللي خاصة بالتدخل في الثلوج، معناها عندها أخصائية عنا معناها يقع ما تثبت منها يقع تقريبا استعمالها ولو ما فماش عن نسبة بتجربة. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة من جانبها إلى جانب بقية الإدارات المعنية أكدت على ضرورة الحفاظ المتواصل على جاهزية وقدرة المصالح المختصة للتدخل السريع والناجع عند الحاجة، الوقوف على مدى جاهزيتها بالتنسيق مع كل الهياكل المتدخلة، التجهيز، الفلاحة، الصحة، الخيان الكل، معناها الأمن الوطني كذلك، لأنه البارح كذلك تم معناها تطرق إلى حتى المخطط المروري. استعدادات هامة لموسم الثلوج والأمطار بمختلف جهات البلاد وخاصة الأكثر عرضة منها للتقلبات المناخية لتلافي النقائص المسجلة في السنوات الفارطة وإكساب جملة هذه التدخلات النجاعة اللازمة. أيضا في إطار مجابهة التغيرات المناخية، بلدية الجهينة من ولاية القيروان تتدخل للقضاء على نقاط تجمع المياه بالمسلك الفلاحي لتسهيل تنقل المواطنين خاصة عند تهاطل كمية هامة من الأمطار. منذ أيام انطلقت ببلدية جهينة حملة القضاء على نقاط تجمع المياه في المسالك الفلاحية، وذلك بهدف تسهيل عملية تنقل السكان، ويتزامن المشروع مع انطلاق موسم جني الزيتون. نخذينا قرار سريع كمجلس بلدي وبدينا في البرنامج هذا ما يقارب 78 كيلومتر تدخل سريع في المناطق السود اللي ما نجموش الفلاح ما نجمش يوصل، تصور حتى يوصل عند الميت ما نجمش يهزوه باش يدفنوه مش كذا، 100 مليون تدخل سريع في المناطق السود برك، معناتها تدخلوا بالتربه وبك التفلون كرينا كرام وعديت وبدينا ندخلوا الحمد لله ربي لاباس، مشينا خطوه باهيه، مازلنا برسك 20 يوم اخرين تو، مازلت حتى الجماعه اللي مجينا هماش لازم نفرحوهم هنا جايينكم. الميزانيه اللي هي ميزانيه تعتبر معناها بسيطه وضئيله جدا، لكن اذا مش ما نكونوش احنا نفكروا باش نوظفوها معناها باش تكون التوظيف الواقعي والصحيح ومعناها في عمل تشاركي مع المجتمع المدني. بدايه الاشغال كان لها صدى ايجابي لدى المواطنين، فقد ذاقوا ذرعا من سوء حاله المسالك الفلاحيه خاصه عند هطول الأمطار. وهذه المنطقة هذه إنتاجها وافر وبقعة فهمتني ومليها تعبانين في المسالك الفلاحية، وإحنا الآن نسكن في القروين ونتصلوا بها ونسكن لنا كذلك فهمتني كذا ونتصلوا بخدمتنا، والإدارة متعبين شوي فهمتني في خدمتهم، أسر كنجو نخرجوا في سلعتنا نتعبوا، وخاصة كتصب المطر نقعدوا نعانوا ياسر، لا ترويصة بزيتين
ولا تلامذة يلحقوا المدرسة، ولا مريض باش يخرج، ولا نقل ريفي يدخل، ولا حد شيء. أما وقت اللي النقاط السوداء هذه تتذلل وتتنحى نجم نتحركوا بكل أريحية. مسالك الفلاحية وقت المطر ما نجمش تعدوا، مطر خيرات تظل طباع حفر كذا ما نجمش تعدوا حتى يمرضنا مريض، لا نجم نتعدوا ولا شيء. وتعمل بلدية جهينة على إقامة فضاء رياضي، كما تمت برمجة تعبيد بعض المسالك الفلاحية وذلك في إطار هبة ألمانية. نظمت الجامعة الوطنية للمدن التونسية جلستها العامة الانتخابية التاسعة في مدينة المهدية بمشاركة أكثر من 300 بلدية بإشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وذلك في إطار محاولة تحسين أداء العمل البلدي من خلال الوقوف على كافة الإشكالات. موعد التأسيس الجديد هو شعار الجلسة العامة العادية التاسعة والخارقة للعادة والانتخابية للجامعة الوطنية للمدن التونسية التي احتضنتها مدينة المهدية بحضور رؤساء وممثلين عن أكثر من 300 بلدية تونسية وبمشاركة المجتمع المدني وضيوف دوليين ومحليين تحت إشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة. باش نقف على النواقص والتحديات اللي مست البلديات، أملوا أن سنة 2020 ستكون السنة الحبلى بالإنجازات بالنسبة للبلدات الجديدة أو بالنسبة للبلدات اللي تم توسعتها. بالنسبة لاستقالات البلديات، هناك 18 استقالة تقدمت، منها 9 بلديات، 5 تمت الانتخابات فيهم وأربعة ستتم في الأيام القادمة، وبالنسبة للتسعة حالات أخرى من استقالة البلديات تراجعت بعد التشاور معها. ويشار لأن الجامعة الوطنية للمدن التونسية هي الهيكل لمؤسسات الجامعة والممثل للبلديات التونسية من خلال الدفاع عن مصالحها ودعم قدراتها. باش نحاولوا نرفعوا التحديات الأكبر بما فيهم الجهاز التنفيذي اللي اليوم ما يرجعش البلديات، واليوم قاعدين نعيشوا في عراقيل كبيرة في تنفيذ قراراتنا اللي قاعدين ناخذوا فيها يوميا، ولكن نسبة الإنجاز دون 10% من القرارات اللي قاعدين ناخذوا فيها إشكاليات ممكن موجودة في قانون الجماعات المحلية. لابد من تقديم مقترحات تعديل باسم الجامعة الوطنية للمدن التونسية لتعديل بعض الفصول من أجل ربما إنسيابية أكثر في العمل بالنسبة للبلديات. ورغم دعم وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمجهودات البلديات في تونس، تواجه هذه المؤسسات المحلية عديد الصعوبات. وضع البلديات وضع صعيب برشا، خاصة البلديات المحتة اللي بطبيعة الناس كلها تعرف اللي ما عندهاش موارد، مواردها معدومة أصلا. الناس مازالت تحس في مواقعها حتى في استخلاص الجباية مازالت عندها برشا صعوبات. عندنا غياب استراتيجيات نتاع عمل، ميزنا المشاكل اليومية وتخلينا نبعدوا على المحاور الجوهرية اللي هي باش تمكننا من أنه نوصلوا لتنمية في بلدية. على مستوى الواقع هناك العديد من النصوص اللي هي ناقصة، وكذلك ثم العديد من عدم الوضوح في داخل صلب المجلة اللي تخلي ماهوش سهل التعامل، لابد من المراجعة. وعلى هامش هذه الجلسة الافتتاحية التي تليها انتخابات لهياكل جديدة للجامعة الوطنية للمدن التونسية، انتظم بالمناسبة جناح لعرض أنشطة بعض الشركاء، إضافة إلى معرض الصناعات التقليدية الخاصة بولاية المهدية. في إطار برنامج التعاون التونسي الألماني لدعم المؤسسات الشبابية، تم إطلاق مبادرة مساندة ودعم جديدة لفائدة المستثمرين الشبان في ولايتي تطاوين ومدنين، مبادرة سجلت انخراط هياكل مختلفة من أجل إنجاحها وخلق جيل جديد من المستثمرين. في ولايتي تطاوين ومدين وأمام تعدد الإشكالات والصعوبات التي تعترض الباعثين الشبان من أصحاب أفكار المشاريع المجددة على وجه الخصوص وتحول دون تجسيد أفكار مشاريعهم، مبادرة مساندة ودعم جديدة أطلقت لفائدة هؤلاء المستثمرين في سياق تعاون تونسي ألماني. يتمثل في الإعداد والتحضير لبعث لجنة جهوية أو لجنتين جهويتين لدعم بعث المؤسسات في جهتنا. نتبادل المجهودات، نتبادل معناها الخبرات. الهدف هو إضفاء مزيد من حظوظ النجاح للمؤسسات المنتصبة بجهتنا. هذه المبادرة الجديدة تتمثل في دعم ومساندة أصحاب المشاريع في الجهات ومرافقة الباحثين الشباب في تركيز مؤسستهم.
هياكل مختلفة مساندة وداعمة للتمويل المباشر والعينية انخرطت في هذه المبادرة من أجل إنجاحها وخلق جيل جديد من المستثمرين القادرين على الاستمرار والمواصلة. الوكالة كانت سباقة من حيث اعتماد تمشي يسمح بإسناد مقاسم للباعثين الشبان بالمناطق الصناعية المتواجدة بكل ولايات الجمهورية، والإسناد هذا سيتم اعتماد معايير خصوصية للباعثين الشبان من حيث أنهم لا تتوفر الإمكانيات اللازمة لاقتناء الأراضي. تصير من الأول بري سيليكسيون للباعثين المشاريع اللي يستحقوا إعانة، وبعد تصير أكومبانيمون من وزارة الصناعة والجهيزات، وفي الأخير نتعديو للسيليكسيون اللي يصير فيها الاسيستانس بار لو بروغرام إيزيكو 2.0. في ولايتي تطاوين ومدنين مقومات عديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة تنتظر مستثمرين تونسيين وأجانب من يقف إلى جانبهم. ملف الهجرة واللجوء كان محور دورة تدريبية هدفها التواصل مع البلدان المستضيفة للمهاجرين واللاجئين في مسعى لتعميق الفهم القانوني لقضايا اللاجئين. أرقام المهاجرين إلى تونس تقارب 100,000، غالبيتهم الساحقة من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية. انتشارهم في مفاصل الدورة الاقتصادية أنتج مشاغل مستجدة على الإدارات وصانعي السياسات من الداخلية والدفاع إلى التربية والصحة. ما يخصنا احنا من ناحية العلاجية ومن ناحية التكفل به من ناحية الصحية، هذا قاعدين نقوم به. كل ما تكون عندنا حالات بالطريقة هذه يكون التكفل مجاني من ناحية العلاجية ومن ناحية المراقبة متاعهم، من ناحية حتى التنقل متاعهم أو التقصي لبعض الأمراض اللي حاجتنا باش نشوفوها ممكن هي تكون منقولة ولا من هذا النوع. رصيدنا الإنساني والقانوني لا يخلو من حلول وعلاجات ظرفية، لكن مع تشعب الظاهرة وانتشارها صار لزاما على المنظمات الدولية استثمار وتعاون السلطات التونسية لتكوين إطاراتها وتحسين اطلاعها على ملف الهجرة واللجوء. الهدف من إقامة هذه الدورات التدريبية والندوات هي التواصل مع السلطات ذات الصلة باللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، وفي نفس الوقت تعميق فهم القانوني لقضايا اللاجئين. والدولة التونسية يعني جهودها حقيقة كانت مقدرة جدا جدا فيما يختص باستضافة اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. اليوم احنا نتعامل مع ملف حارق اللي هو ملف الهجرة واللجوء، وتعرفوا الصعوبات العديدة خاصة في مسألة الحماية، وخاصة في مسألة التشريعات، وخاصة في مسألة وأيضا في مسألة القانون. إضافة إلى شيء آخر مهم، وهو عديد من المشاكل والصعوبات اللي نعيشها خاصة في عديد من المناطق والمدن في ظل تردي الأوضاع في عديد من الدول العالم وخاصة دول الجوار. الدورة التدريبية بالنسبة للمشاركين فيها يمكن استغلالها لتطوير التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية لتأمين نجاعة مستدامة لعلاج المشاكل الطارئة المتعلقة بالمهاجرين. نختم بالثقافة، وفي مدنين انطلقت فعالية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي في دورته السادسة بمشاركة 28 فيلما يتنافس جميعها على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة الرسمية. بهذه المعزوفة على آلة القانون للشاب خليل الشهباني انطلق الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين بحضور عديد الشخصيات في مجال التمثيل والإعلام والفن. اليوم أنا في المهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير في مدنين، أول مصافحة مع السينما باعتبار ناحية جديدة زادة أسي كمخرجة. كون مهرجان ذو معنى بالحجم هذا في مدنين معناها نقطة ضوء جميلة جدا في الحياة الثقافية في بلادنا. المهرجان في دورته السادسة شاركت فيه عديد الدول العربية والأجنبية بعدد 28 فيلما بين وثائقي وروائي
هذه دورة أتت بالجديد. طبعا عندنا 28 فيلم في المسابقة الرسمية، من 20 فيلم روائي قصير وثمانية أفلام وثائقية. هذه الأفلام ستقيمها لجنة تحكيم ستختار أفلاما فائزة ستتنافس على الخلال الذهبي والفضي والبرونزية. ولكن السنة أول مرة كما هكا، وإن شاء الله زادها في مكناس، هي فيها مسؤولية لأنه فما اختيار. بدأنا أيضا في مشاهدة مجموعة من الأفلام، إن شاء الله نحاول خلال هاليومين نخلصهم وأيضا نتفرغ لمشاهدة المدينة. قبل رائع وكم كثيف، ونشوف أيضا أنه الأفلام المشاركة هو عدد 28 فيلم، يعني 28 تقريبا نقول دولة. وعلى هامش المهرجان فقد انتظم معرض لصور عن تاريخ مدنين في مراحل مختلفة. عملنا مجموعة من الصور اللي جسم تاريخ مدين، تقريبا أكثر من 100 صورة انقسموا إلى 5 مراحل، كل مرحلة نحكي فيها على فترة معينة من تاريخ مدين. المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بمدنين محطة ثقافية هامة أصبحت لها مكانتها وإشعاعها في الساحة الثقافية المحلية والوطنية بل والدولية. وهكذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بالعناوين. في إطار الاستعدادات لإنجاح موسم الزيتون الحالي، إجراءات لفائدة القطاع يقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في بداية هذا الأسبوع. أول عملية بيضاء في الليل لمجابهة الثلوج أثناء موسم الأمطار لاختبار جاهزية هياكل وزارات التجهيز والداخلية والصحة. بحث ملف الهجرة غير النظامية وصعوبات الحماية وتطوير التشريعات والتواصل مع البلدان المستضيفة للمهاجرين واللاجئين خلال ملتقى بصفاقس. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.